طبعا اشهر 7 اكلات تزيد وزنك وانت ما تدري بيها. تعال سؤالتكم علي. رقم 1 التمر، شيء صحي ومفيد، بس تاكل بزيادة الوزن راح يزيد بزيادة كلش. رقم 2 العسل، شيء صحي ومفيد بس يزيد الوزن. رقم 3 الفواكه المجففة، هاي تزيد وزنك صاروخ، يعني الوزن بشهر بشهرين يبدي كلش فرق بي بالوزن عالي. رقم 4 المكسرات، مفيدة للجسم، سوبر فود، بس تحتوي على دهون، يعني إذا تناولتها بكثرة راح تزيد لك الوزن. رقم 5 الأفوكادو، كنا ندري مفيد للجسم بس متروس دهون صحية. 6 الحليب. 7 الموز والمانجا. أدري كنا نحب هاي الأكلات، بس ممكن السبب مرات يكون ثبات الوزن أو عدم نزول الوزن بسبب هاي الأكلات أو الزيادة أو الإفراط بهاي الأكلات.